فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين قول الراوي قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو قوله عن النبي أو قوله سمعته صلى الله عليه وسلم؟ كلها بمعنى واحد، لكن عن النبي هذه عنعنة، يحتمل السماع ويحتمل عدم السماع، هذه عنعنة يقولونها من التدليس. لكن إذا قال سمعت الرسول أو قال الرسول كذا هذا صريح، لكن عن رسول الله لا، يحتمل أنه سمعه ويحتمل أنه سمعه من غيره أو بلغه عن غيره ولم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك العنعنة عندهم من علل السند. نعم.